السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ندير لكم وصفة سهلة وبسيطة اللي هي شطيحة كالامار بالجلبانة. أنا عندي كالامار كما راكم تشوفوا هنايا في الكسكاس، نقيته بالطبع، يعني نحيته الجلدة الفوقانية وغسلته بالطبع وبيته في الخل يعني باش يبيض. في الطنجرة ديالنا نحطو الكالامار اللي نقيته كامل وقطعته دي ترونش، يعني قطعته دوائر دوائر دوائر، نحطوه في الطنجره ديالنا. نضيفوا له زوج حبات طوماطيش غابي، نضيفوا التوابل تاعنا. عندنا مغرفه صغيره كمون، عندنا الملح، عندنا فلفل عكري حلو، عندنا رشه فلفل اسود، وعندنا كركم. نضيفوا مغرفه صغيره تاع الطوماطيش مصبره، ونضيفوا ملعقه صغيره تاع الهريسه، ونضيفوا رشه تاع الليمون، عفوا عصرة تاع ليمون، ونضيفو مغرفة زيت كبيرة. وهذه الجلبانة نخلوها حتى يطيب لنا الكالامار تاعنا نص طياب، من بعد نرموها في الطنجرة. نخلطو المكونات كامل بالطبع، نخلوها مدة ساعة تتخمر بالطبع، الكالامار تاعنا يتخمر مليح، من بعد نطيبوه. بامكانك تاني طيبيه ديغاكتومون، صح مليح قد ما تخليه يتخمر مليح. انا كما راكم تشوفوا هكايا داخل لي زيبيس، نخليه مده ساعه من بعد نطيبو. من بعد ما تخمر لي الكالامار تاعي بالطبع، نديرو يطيب على نار هادئه، نار قليله، يطيب غير في عقلو. كي يطيب نص طياب نرمولو هذيك الجلبانه ونزيد يكمل يطيب بالطبع. من بعد ما طابنا الكالامار تاعنا نص طياب، نرمو الجلبانه تاعنا، تزيد تكمل طياب مع الكالامار. من بعد ما طاب الكالامار تاعنا نص طياب، نرمو الجلبانه تاعنا تكمل طيابها مع الكالامار. هذا هو الشكل تاعنا النهائي تاع الكالامار بالجلبانه، طاب رائع جدا. انا برك حاجه نسيت باش نقول لكم، الدرسه تاع التوم ضروري ضروري، الدرسه تاع التوم. ولا عجبكم الفيديو تاعي ما تنساوش الاشتراك في القناه. سلام.